كان بعض الحقائق والأبدان اللي يقصنا في القرآن الشباب المغربي عامة عامة خير الشباب أنا واحد أمان لأن في عجل عامة في الميدان التنمية وطفل بعد تعديل الحكومي كتبت لنا واحد وزارة حقنا تاريس ديال ما تبقى وزارة توجد الثقافة وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتراث والاتصال والشباب اللي جات فيها صغيرة والشباب لازم نقصتوها في الثقافة الشباب كامل سالم الشباب غادي كامل سالم عليها كل شيء سكت كل شيء عجباتها كأن هذيك الوزارة زينة الحسن مع العلم أن نوع الوزارة ولا الوزارة الشباب غير شنو قبل الناس في الدول الأخرى خلينا نقول لك سبحان الله كان ندير بزاف الرياضات كان ندير شي رياضات يمكن غالبا الكاياك ما دار حتى واحد ديال تونا في العريش تعرض لجميع أشكال التعسف الواقع يعني مجموعة الرياضات ممكن أنها تكون أشهر رياضة أوروبا إسبانيا عايش في ملاقا عايش في دراما العرب السعودية وعرف الواقع الناس ما تعطيك الرياضة الناس ما تعطيك الملاقا واش أنا واش العيشة واش العيشة بزاف الثقافة بان فيك تاخذ شي أفكار عقلية العيشة فيها دار شباب فيها 160 وفيها دار شباب في المنام بحربة سرقوها سرقوا من بنية ما فيهاش ملاعب علاش ما فيها والو هذا هو السؤال اللي كنطرحو على العائشة علاش؟ علاش ما كاينش واحد المؤهل في منطقة الشباب في المنطقة ديالنا؟ علاش ما كاينش فرصة للشباب الشارع في الفئة السياسية؟ أنا الشباب ديالي كنحط وسيلة للفئة السياسية لا يشارك والمخططات ديال الناس يكون فيها تشارك بين الشباب هذا هو المشكل كنصير الناس كبار كتفرق من الشباب لا يشارك الشباب أنا عمري هذا هو السؤال اللي كنحط فرص المقاربة ما نعرفش علاش قدمنا مشروع استشاري خدمنا عليه شعور ديال الاجتماع ما قدمنا الجماعة اقسم بالله لا شي اعضاء من الجماعة سمحوا الله سخروا منا سخروا خذوها بسخرية راك استشاري مخبوز مخدوم معدول طبيب مكتوب واحد الثمن بس شعور من النقاش تبعك لنا هي مشكلة خطيرة مختلفة اما الشباب عندي مرتبط مجموعة ديال القواعد ديال اللي كنقراو شي تطرف شي حاجة فاتت تطرف من الهجران علاش راه يستافدوا الهجران من مزاولة المخدرات من استعمال الحاجات اللي احنا ساكتين فيها من التجارة الباسطة الناس اللي كيعيشوا في العباد ونشكركم على الشكر ديالي في كاين الله يبارك فيك الله يشكر الناس اللي سمعت بيا ولكن على اساس الناس عارف تصدي الحزبي شنو اللي كيحصل شكرا لك